كبرياء. النهارده لما تشوف المنظر اللي هنجيبه باذن الله، الاحترام، انك انت المنافسه وتكسب الاحترام، مفيش خاسر هنا. الاهلي هتشوفه في كيف احتفل به في مراكش، في الدار البيضاء، في الدار البيضاء في المغرب، كيف احتفل به من المغاربه. انت جاي مبني للمجهول او النهارده استخسر واحتفل احتفل به. انت اللقطه دي عندنا ولا لا؟ اهو اهو. لا مش دي. شوف ابتدوا يسقفوا، خلي بالك راجعين من الملعب، النتيجه واضحه على الوشوش، هيبتدي يكتروا. اللي بيسقفوا بيكتروا. عندنا الصوت يا شوارب، لازم تحط صوت، هات من الاول وحط الصوت. هات من الاول وحط الصوت، لان اللقطه دي شوف. قولي قولي، استنى ورا قولي. واللي بيضرب سلام، شاف اللي بيضرب سلام ده؟ دي استقبال الاهلي بعد المباراه من المغاربه، يعني من المغاربه اللي في الفندق، وكأنهم فازوا بالبطولة. هو ده يا جماعة، والله هي دي القيمة اللي الإنسان يسعى لاكتسابها. حتى وليد أزارو من أهل بلدي شايف الصفات، لحد شوف لحد فين، لحد الأسانسير، الجرسونات، يعني كلام. طب والاهلي مش دي شالت مراره اللعيبه وهي طالعه تنام؟ لو كانوا قابلوهم بتهكم بقى وعلمنا عليكم وربحناكم كان حصل ايه؟ الناس تطلع متضايقه. طب ما انا كفايه ان انا مبسوط اني كسبان، ما اهو اطبطب زي ما طبطب الراجل عليه كده. كل دول اخوه مغاربه اصطفوا يحيوا فريق النادي الاهلي، وهو راجع من المباراه مباشره على الفندق. اللقطه دي انا كنت حريص ان احنا ندور عليها ونجيبها، لان عندما تبدا المباراه برئيس النادي الاهلي وكابتن الخطيب يتعنق هذا هو النادي الاهلي، عندما تنتهي المباراه بالمنافس الشعبي البلد